بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا الجمل الأساسية لللوب، لكن المرة دي هنتكلم على جملة اسمها بريك. جملة بريك دي لما أكون عايز في شرط معين أهرب بره التكرار، أخرج بره التكرار، لو حصل كذا خلاص ما تكملش لف. فدايما بتبقى مثلا زي وايل وبحط اف جواها كونديشن تو بريك الكونديشن بتاعي، وبريك بريك دي بتطلعني زي ما أنت شايف بره جسم اللوب ذات نفسه، بره جسم الوايل. في الحالة دي بيطلع بره. الكودز اللي قبل الاف بتتنفذ دايما، الكودز اللي بعد الاف لو أنت عملت بريك ما بينفذهاش. نفس الكلام بالظبط في كلمه دو وايل تحت، في عندك كودز قبل الاف وفي عندك كودز بعد الاف. في عندك شرط اف ان حصل حاجه معينه بتبريك، بتطلع بره اللوب نهائيا. خلاص الكود برضو اللي قبل الاف بتاعه البريك دايما بتنفذ، الكود اللي بعد البريك على حسب لو حصل البريك ما بيتنفذش. نفس الكلام برضو في الفور، والكودز اللي قبل الاف والكودز اللي بعد الاف، والكونديشن اللي انت بتعمل فيه ايه، بتعمل فيه بريك بيخرجك بره جسم الايه الفور على طول، وياخد بعد كده لو في اوامر بعد الاف او وايل او دو وايل بيبدا ايه ينفذها. وكذلك طبعا بالنسبه للريبيت. طيب هناخد كده مثال مع بعضنا تطبيق عمل على طول. هنقول من فايل نيو كوتلين فايل، وهنعمل اكزامبل ونرقمه زي ما احنا ماشيين. اجيب المين فانكشن و ابدا اعمل فاريبل مثلا نسميه مثلا السم، وده هقول بيساوي مثلا زيرو. تمام، وهعمل فاريبل تاني اسمه الانبوت، وده طبعا نوع دبل. انا عايز اعمل ايه عشان بس انت فاهم انا اعمل ايه قبل ما تتفرج وخلاص. انا عايز اعمل ان انا عايز اخد ارقام اجمعها من المستخدم لغايه لما يدخل صفر، بلاش صفر خليها سالب واحد، ابقى عارف ان هو انتهى. ممكن اكون بجمع مثلا مجموع مثلا مبيعات الفروع او غيره او كده. فعملت واحد انبوت باخد منه القيمه اللي دخلها، قبل ما اجمعه على الصم بشوف. في حاله ان هو دخل سالب واحد انا هاكزت واخرج بره الايه، بره اللوب بتاعتي، مش هقعد اجمع بقى لان انا اقعد الف لغايه لما اليوزر يدخل لي سالب واحد. فعملت ايه، عملت دو وايل، والوايل واخده ايه الكونديشن بتاعها، واخد ترو، يعني دايما هتبقى شغاله دايما، هي طالما الوايل جايبه ترو يبقى دايما شغال. لكن عملت برنت انتر فاليو، دخل قيمه اور ايه ماينس 1 تو اكزيت، او دوس ماينس 1 عشان تخرج بره السيستم. فانا اول ما السيستم بتاعي او اول البرنامج بتاعي اول ما ياخد سالب واحد انا لازم ما اكملش وما جمعش وما ادخلش جوه الايه الصم النتيجه. قلت له عموما على الاول بعد ما قلت له كده المفروض الراجل هيدخل رقم، فانا هاخده في الانبوت. فقمت قايل ريد لاين و احاول طبعا الفلوت لان انا معرفهم ان هم الاثنين فلوت. فخدت كده القيمه جوه الانبوت، الانبوت ده لسه ما اتجمعش اولا كده مبدئيا. لو الانبوت ده كان دخل لي بسالب واحد انا هبريك، يعني هخرج بره مين؟ هخرج بره الوايل، ولو في اوامر بره الوايل هتتنفذ. فقلت له اف ان الانبوت بتاعي بيساوي سالب واحد، طبعا دوت زيرو اف عشان بس يعرف ان هي فلوت. في الحاله دي هتعمل ايه؟ بريك، اخرج خلاص ما تكملش اللوب، لان كده بالنسبه لي الراجل عايز ما يكمل، مش عايز يدخل تاني، خلاص هو بالنسبه له خلص. وبعد كده بعمل سم زائد بيساوي الايه الانبوت. خد بالك سم زائد بيساوي الانبوت ما بتتنفذش الا لو الشرط الاولاني اللي هو قبل البريك ايه ما تنفذش، لان لو شرط البريك اتنفذ السم مش هت ايه مش هتجمع، يبقى انا ماشي كده مظبوط. اما بعد الوايل هعمل امر بعد الوايل خالص، برنت لاين هعمل السمشن بتساوي السم عشان يطبع لي الايه يطبع لي المجموع. اول ما يحصل البريك السم اللوب هيقف وهيخرج بره اللوب ويطلع لي المجموع اللي توصل اليه كام. تعالى نجرب المثال ده، ممكن يكون بيجمع مجموعه يعني فروع او يعني قيم فروع او بيدخل او تعتبر يعني حاجه زي آلة حاسبة عماله تجمع الى ما لا نهايه الى اخره. دخلت 2000 5000 دخلت 7000 دخلت مثلا ادي 2000 و5000 و7000 وادي 10000 وبعدين دخلت سالب واحد فوقف وطلع لي الايه النتيجه بتاعتي ب 24000. تمام خلاص كده اهو. لو عملت ري ران طبعا انا رنيت حوالي 4-5 مرات هنا، مره دخلت 5000 بس مثلا ودخل سالب واحد، فكده معناها ايه؟ انا دخلت رقمين بس طلع ب 10000. هو هيقعد يلف معايا على حسب ما انا ايه على حسب ما انا عايز، ووقت ما دخل سالب واحد البريك بتشتغل وبيوقف اللوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.